ملل، كل يوم الصبح مغامرات جديدة، حياة جديدة، استخدام جديدة. نيلي كريم تروي تفاصيل علاقتها بزوجها الجديد هشام عاشور. أنا دايما بقول له ركز ركز. كلمتين كده هو حصل كليك وكيمياء، يعني موضوع جه بسرعة. حصل حاجة أنا مع يعني إن هشام أول يوم اتقابلنا فهو إيه قاعد يبرطم جوه نفسه كده، قال لي الحال أنا عايز أتجوزك. فأنا خدت الكلام بصراحة بهزار جدا جدا جدا، فقلت يعني فاهم جملة ما تتقالش يعني، فقلت له طب استنى تعرفني. قلت ما حدش بيعرف حد أول يوم يقول أنا عايز أتجوزك. قلت له استنى شوية، برضو كنت بقولها بهزار يعني هزار، بس هو الهزار قال بجد بصراحة يعني. فهيك كانت بداية علاقة نيلي كريم وهشام عاشور اللي تصدروا العناوين الصحفية من لحظة إعلان ارتباطهم حتى زواجهم بحفل زفاف مميز. حسيت الناس كلها انبسطت لأن احنا كنا عاملين حاجة بسيطة وكلهم كانوا صحاب يعني صحاب درجة أولى يعني، ما فيش حد، الموضوع كان family and friends يعني زي ما بيقول. بس ما شاء الله يعني أظهرت لياقة عالية، ده عندك طول نفس في الرقص والحركة والديناميكية. ما تنساش أنا برضو كنت برقص على المسرح الأوبرا. كنت بعمل باليهات 3 فصول و45 دقيقة. لا لسه نفسي حاضر يعني. وكونها تزوجت من رياضي محترف يبدو أنه رح يحرص على أنها تضل تتمرن. بالتأكيد يعني هيغير في حاجات يعني، احنا انا يمكن الرتم حياتي اختلف شويه، هو حد عنده بيبقى تمرينات من 8 الصبح فبنصحى 7:30 الصبح كل يوم بنتمرن يعني في سيستم في روتين كده لذيذ بنعمله، فدي حاجات حلوه. طيب في حاجه عايزه تغيريها فيه؟ هو بيحب يعمل مثلا 10 حاجات في وقت واحد، انا مش كده، ممكن يدخلك في 5-6 مواضيع في نفس الوقت، انا مش كده، دايما بقول له ركز ركز. وخلال هالاتصال مع نيلي لاحظنا انه الضحكه مرافقتها ويبدو انها فعلا سعيده. انت يعني من ابتسامتك من كلامك يبدو انك انت فعلا سعيدة ويعني بتعيشي هيك راحة نفسية، فلازم نشكر هشام عاشور اللي جاب لك ده. هو هشام بص بصراحة مش عايز اتكلم عليه كتير، بس هو في ميزة، هو اي موقف بيحاول بيقلبه لضحك لهزار، وهو الضحك عموما متهيألي بيطول العمر، وبناخد كل حاجة لما كل حاجة بناخدها بطريقة سكهية الحياة بتبقى ألطف. ايه احلى حاجة في هشام؟ حاجة في هشام لا حاجات كتير، بس مفيش ملل، كل يوم الصبح مغامرات جديدة، حياة جديدة، ابتسامة جديدة، فده أحلى حاجة. وكثير بيحبوا يعرفوا التفاصيل أكثر عن حياة نيلي وزوجها، خاصة أنه هالزواج هو الثالث إلها والأول لهشام، كما والكثير حكوا عن فرق العمر بينهم. بس الحب ما فيهوش حسابات بصراحة، أول لما هتبتدي تحسب، وأول لما هتبتدي تقول، وأول لما هتبتدي تهتم بكلام الناس بتقول إيه، وده ليه ده لأ ده ده هيجي لك بانيك. أنا دايما امشي مع قلبك، امشي مع إحساسك، وفي الآخر هو يعني توفيق من عند ربنا. قرار مش سهل على فكرة لأي راجل إن هو عموما يتجوز أي يتجوز نجمة يعني، بيبقى قرار دايما خصوصا للراجل الشرقي يعني، اللي يعمل خطوة زي دي يكون راجل بمعنى الكلمة وعنده ثقة في نفسه 100%. لا لأنه دايما حتى يعني دايما في المجتمع الشرقي يوم بيتجوزوا 2 اذا فرضا حد اشهر من حد، مش عارف الناس يعني بتحسبها ازاي الشهره، بس يمكن يقولوا لك انه هو عايز يستفيد من شهره مثلا الطرف المشهور اكثر، يعني انه مثلا هشام عايز يستفيد من شهره نيلي او يعني زي كده. والله بص الناس تقول اللي هي عايزه تقوله. اهم حاجه انا مبسوطه واحنا مبسوطين، وسيب الكلام للناس خليهم يتكلموا يعني. وصحيح انه نيلي ما بتهتم لكلام الناس، الا انه كان من الطبيعي انه تهتم لعائلتها، خاصه وانه عندها 4 اولاد من زيجاتها السابقه. اليوم هو صديق اولادك؟ طبعا ده اكيد ما فيهاش كلام يعني كنت متخوفة من الحتة دي انه ما ينسجموا معاه، ولا كنت واثقة من الامر ده؟ لا ما كنتش متخوفة خالص، كنت واثقة يعني، يمكن اكتر حاجة كنت قلقانة ماما هتتكبر الموضوع ازاي، بس لقيت امي يعني اكتر حد
تقبل الموضوع على طول, وهو عارف طبعا ان مامتي روسيه. فاول حاجه عملها حط لها مزيكا روسي وقعدوا يغنوا ويرقصوا مع بعض, وماما حبته على طول. وبختام الجزء الاول من اتصالنا حبينا نسمع اعتراف من نيلي لهشام من خلال اي تي بالعربي. شو بتقولي له لهشام عاشور من خلال اي تي بالعربي؟ تعترفي له بايه؟ اعترف له بايه؟ اعترف لك اني بحبك ودي اول مره احب, وانا كنت فاكر قلبي الف مره حب.